تفضل. قائد تدريب دولي قائد أشرف الفولي، رئيس جمعية فتيان الكشافة فرع أسيوط. احنا النهارده بنشارك في حملة إفطار 3 مليون صائم اللي بتنظمها مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع الاتحاد العام للكشافة والمرشدات بجمهورية مصر العربية. واحنا كأحد أعضاء جمعيات الاتحاد بنشارك النهارده في جمعيات اللجنة التنسيقية في أسيوط، وتشارك معنا جمعية الفتيان وجمعية المرشدات وجمعية الكشافة الجوية، بنشارك في توزيع الوجبات اللي بتجهزها مؤسسة مصر الخير لتوزيعها على الخيام المعدة لذلك في أكثر من مكان. النهارده احنا مكاننا في معهد جنوب أورام مصر، ولينا خيمة كمان تاني في محطة قطار أسيوط لإفطار الصائم المسافر، وده طبعا على مدار شهر رمضان الكريم من اول يوم في رمضان لاخر يوم ان شاء الله. شكرا.